طبعا لما بنتفرج كلنا على فيديوهات عالميه بنشوف من خلالها ماتشات ومباريات ومنافسات في هوكي الجليد، يعني الكل بيستمتع لان هي حقيقي رياضه ممتعه جدا لممارسيها وكمان لمتابعيها. ودايما بنقول ما معناه احنا ما عندناش ليه زي الجماعه دول، بس من الواضح يا حضرات ان هي ابتدت تندع الحمد لله وبقى عندنا هوكي جليد في مصر. طبعا الموضوع يستحق ان احنا نتعرف على كتير من تفاصيله من خلال ضيفنا اللي منورنا كابتن محمود غنيم لاعب فريق مصر لهوكي الجليد. صباح الفل عليك. صباح الفل. اهلا بيك. اهلا بيك. منور شاشه الاهلي. وزي ما كريم قال كده احنا مش كلنا عارفين ان احنا عندنا اصلا هوكي جليد وصالات يعني الى حد ما مجهزه واستضفنا بطوله ولسه خلصانه، يعني الموضوع كبير قوي. فيعني نسمع منك بقى كابتن غنيم. طبعا مصر معروف ان فيها الهوكي الارضي وهوكي الانزلاق، عندنا اتحادات وعندنا فرق كتيره ليها، لكن هوكي الجليد ابتدينا الموضوع في 2002 عن طريق بعض الاجانب الكنديين طبعا اللي عايشين في مصر، ابتدوا يعرفوا الناس المتزلجين هنا في مصر على اللعبه، ابتدوا يعلموهم ازاي يلعبوها، ابتدوا يمدوهم بمعدات مضارب اللبس الحمايه. من هنا ابتدينا ان احنا عايزين نعمل فريق ونكبر اللعبه ونعرف الناس او المصريين عامه على اللعبه. 2015 ابتدينا نكون فريق، سافرنا اول بطوله عربيه في المغرب، كانت باستضافه المغرب وبحضور فرق من الجزائر وتونس ومصر. طبعا كانت اول مشاركه لينا. بعد كده قررنا ان احنا عايزين نتواصل مع المصريين اللي عايشين في الخارج، لان اللعبه طبعا معروفه جدا، يعني معروفه عالميا خصوصا في كندا وامريكا. اكتشفنا ان مصريين كتير جدا بيلعبوا اللعبه بره مجنسين طبعا، يعني في منهم المصري الجنسيه ومعاه الجنسيه الامريكيه او هو من اب وام مصريين بس مولود بره. ابتدينا نتواصل معاهم، عملنا فريق كبير جدا، شاركنا في اول بطوله في مونتريال في 2016 او 2017، حققنا فيها المركز الثالث، كان فيها فرق من كندا وفرق من لبنان وفرق من المغرب. بعد كده ابتدى الموضوع ينتشر اكتر، ابتدينا نكون صداقات مع الاتحاد الكويتي والاتحاد الاماراتي، لان البلاد دي سابقانا للاسف وعندهم اتحادات وعندهم ملاعب قانونيه. شاركنا في اول بطوله عربيه على في ابو ظبي في 2019، كان فيها فرق من الامارات، فرق من الكويت، من مصر، من تونس، من لبنان، واخرها بطوله من السنه اللي فاتت كانت في الكويت. دي كانت النسخه الثانيه. كانت دوليه يعني ملحوظه. طب احنا عندنا بالمناسبه اتحاد مصري لهوكي الجليد ولا تابعين لاتحاد الهوكي العام؟ لا، حاليا ما فيش اتحاد، بس احنا معترف بينا من اللجنه الاولمبيه. لسه معترف بينا قريب، يعني من حوالي شهرين، ان فريق مصر هوكي الجليد هم الممثلين للعبه. يتم الاعتراف دوليا بفريق ما لازم يكون تابع لاتحاد الرياضه دي في بلده؟ طبعا. ازاي الحكايه دي؟ لو تحت التاسيس ولا ايه؟ فاحنا يعني نعتبر تحت التاسيس، بنسعى طبعا ان احنا يبقى لينا اتحاد خاص بينا. فطبعا لازم يعني نكون او نكمل الشروط لانشاء الاتحاد داخل مصر على اساسه. طبعا لو في اتحاد نقدر بعد كده نخاطب الاتحاد الدولي الاي اي اتش اف ان احنا نشارك بعد كده في الاتحاد الدولي، نشارك في بطولات عالميه رسميه، نشارك في الاولمبيات الشتويه. ده هدف من اهدافنا، يعني مصر اخر مره شاركت في الاولمبيات الشتويه سنه 82 تقريبا. من ساعتها مفيش اي مشاركه لمصر في الاولمبيات الشتويه. كويس. طب احنا عندنا كام لاعب تقريبا؟ داخل مصر اكتر من 50 لاعب متزلج عنده المعدات بتاعته. خارج مصر طبعا احنا اكتر من 100 لاعب مصريين عايشين بيحترفوا يعني في الخارج؟ محترفين بره. اوكي، حلو قوي.